الواحد فخور باللي شايفه هنا النهارده في نادي هليوبلس. اعضاء نادي هليوبلس كلهم حبوا مش عايز اقول انقاذ ناديهم، انما لمسانده ناديهم في وضع اللائحه اللي يقرها ناديهم واللي يقرها الحاجات اللي ناديهم عايزاها، مش لائحه جايه لهم من بره، مش حاجه مفروضه عليهم، هم جايين. طبعا اللجنه اللي شكلت هنا في نادي هليوبلس لوضع اللائحه حقيقه لجنه من اعظم الاعضاء ومن اعظم القانونيين، ووضعوا لائحه تليق بناديهم زي ما حصل عندنا في النادي الاهلي. ناس محترمه جدا وقامات هي اللي حطت اللائحه. أعضاء نادي هليوبلس جم، يعني الحقيقة اللي أنا عارفه إن هم من 11 الصبح تقريبا الجمعية اكتملت. بنتمنى أن يحدث ذلك في النادي الأهلي. أنا واثق إن الجمعية العمومية النادي الأهلي مش ممكن هتكون أقل من نادي هليوبلس، بالعكس هتبقى هتزيد عن نادي هليوبلس، لأنه النادي الأهلي عراقته لا تسمح له إنه توضع له لائحة من خارج جدران نادي. الحقيقه احنا في الندوات اللي عملناها في الثلاث مقرات للنادي الاهلي في الشيخ زايد وفي مدينه نصر وفي الجزيره، والاقبال كان رائع والناس كانت جايه وعايزه تشوف، واحنا من الانديه اللي طرحت لائحتها للنقاش والحوار، وتناقشنا وتحاورنا مع اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي وكلهم مقتنعين. والحقيقه شفنا ذكاء ووعي الجمعيه العموميه في اثناء هذه الندوات، وايه الاسئله اللي كانوا بيسالوها، وناس قالت احنا مش جايين نناقش اللائحه، احنا جايين نؤيد لائحه النادي الاهلي. وهو ده اولاد النادي الاهلي، هو ده الكلام اللي احنا بنقوله، انه النادي الاهلي اولاده ومقادرين على ادارته، لا تفرض اداره النادي الاهلي من خارجه. اعتقد ان الجمعيه العموميه هتحتشد وهتحتشد بحاجه غير مسبوقه في النادي. احنا عندنا قامات قانونيه في النادي الاهلي، عندنا فقهاء قانونيين، عندنا مستشارين بيعملوا في جميع الجهات القضائيه في مصر، اجمعوا وده مش اجتهاد شخصي من مجلس اداره، لا اجمعوا على ان النادي الاهلي لم يخالف القانون في اي اجراء من اجراءاته. واعتقد انه اكتر من قامه قانونيه طلعوا قالوا هذا الكلام، ولم يصلنا اي حاجه. واحنا برضو بقول احنا لو كان وصلنا حاجه بتقول انتوا الشغل اللي بتعملوه ده غير قانوني ما كناش عملناه. نحن لسنا ضد القانون، نحن لسنا ضد اللجنه الاولمبيه، نحن لسنا ضد الوزاره زي ما البعض بيحاول يصور. احنا بنسعى لخدمه اعضاء الجمعيه العموميه ولخدمه النادي الاهلي، ويعني قانونيا احنا واثقين جدا 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 من موقفنا. انا مش عارف الحقيقه هو ايه، ما هي الحلول الوديه؟ يعني احنا اخذنا قرار كمجلس اداره كما يخول لنا القانون ان احنا نعمل جمعياتنا العموميه كما نراها، او الاجراءات التنظيميه للجمعيه العموميه نعملها، ملتزمين بالنصاب القانوني زي ما القانون قال اللي حددته اللجنه الاولمبيه اللي هو 12500، وما زال بنقول النصاب تعجيزي. ويعني الحقيقه في حاجات كتير قوي لنا تحفظات عليها مش عايزين نتكلم فيها دلوقتي. احنا كل الكلام بتاعنا دلوقتي نعتمد لائحتنا وبعد كده نطلع نقول راينا بشفافيه. وانا قلت برضو في الندوات كلها احنا هنقدم تحفظاتنا او هنقدم تعليقاتنا على القانون للعرض على مجلس الشعب في الدوره التشريعيه الجايه ان شاء الله. انا بعتقد ان من اول يوم هنعمل يعني الجمعيه العموميه دلوقتي الموضوع كله في ايد جمعيه عموميه النادي الاهلي، هم اللي هيقرروا مصيرهم بايدهم. انا اعتقد ان النصاب القانوني هيكتمل في النادي الاهلي، وان شاء الله هتبقى لائحتنا دي نموذج مشرف. احنا حطينا في لائحتنا كل ما نبغاه للنادي الاهلي، وزي ما قلت بنحط لائحه مرنه علشان نقدر اي حاجه مستقبلا عايزين نغيرها، بند مش مناسب، بند حصلت له ظروف جديده عايزين نزوده وكلام من ده، يبقى الجمعيه العموميه هي الوحيده القادره على اجراء هذا التغيير.